يشارك اليوم رفع علم القوات المسلحة على صرح عسكري عريق ينضم إلى أعرق صروح العسكرية المصرية والعالمية، كما شكل علم جمهورية مصر العربية ليزين ساحة الاحتفال. في سماء العرض تتقدم مجموعة من الهليكوبتر تراس جازل تحمل علم جمهورية مصر العربية وعلم القوات المسلحة وأعلام الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة وعلم الأكاديمية العسكرية المصرية.